جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: سبق لي أن أديت فريضة الحج، وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نقص عمل ابن آدم قال انظروا هل لعبدي من تطوع، هل يجوز إخراج حجتي لي وذلك لعدم توفر المحرم؟ جزاكم الله خيرا. نعم. تقول أختنا: سبق لي أن أديت فريضة الحج، وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نقص عمل ابن آدم قال انظروا هل لعبدي من تطوع. تسأل أيضا: هل يجوز إخراج حجتي لي وذلك لعدم توفر المحرم؟ ما دمت أديت الفريضة الحمد لله، فإن تيسر أن تحجي تطوعا بوجود المحرم فهو زيادة خير، وإن لم يتيسر فالفريضة كافية والحمد لله، وعليك بصرف المال لمشاريع أخرى من إطعام المساكين والصدقة على الفقراء. وإذا تيسر لك في المستقبل المحرم وحجيت تنفلا فهذا شيء حسن.